السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعل سعيد بن رحمة اليوم، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. حظي اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بتعاطف كبير في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها سواء مع المنتخب الوطني الجزائري أو في صفوف نادي ويستهام الإنجليزية. وعاش لاعب الخضر أسبوعا أسود مع المنتخب الوطني الجزائري خلال تربص شهر أكتوبر الجارية، حيث كانت البداية بخلافه مع المهاجم إسلام سليماني على ضربة الجزاء خلال مواجهة الرأس الأخضر يوم الخميس. قبل أن تتطور الأمور ويدخل في مشادة مع الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضية على هامش تغييره في لقاء الخضر والمنتخب المصري الاثنين الماضية، وهي الحادثة التي تم تداولها على نطاق واسع في الصحافة العالمية. ونشر سعيد بن رحمة اليوم على حسابه الرسمي في الانستغرام صورة وهو بقميص المنتخب الوطني الجزائري، وأضاف عليها تعليقا بعلم الجزائر، وهذا للرد على جميع الأنباء التي رجحت أنه سيعتزل ولن يعود إلى المنتخب الوطني الجزائري نهائيا. وأنتم مشاهدينا الكرام شاركونا الآن بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.